منكوشة بعد التمرين. الكورونا علمتني ان انا العب رياضة في البيت. الجيم مش دايما بيكون متاح بالنسبة لي ولا وقت بيسمح، فعندي كل العدة هحط لكم صورتها. نط الحبل، اي حديد عندك، اي ازاز مية، نص ساعة الصبح تلعبهم هيغيروا مودك لبقية اليوم ويخلي اليوم بادئ حلو وجميل. حتى لو في ضغوطات كتيرة وانت عارف ان في رايح مشوار ممكن تتضايق فيه، اعصابك وقدرة تحملك هتزيد جدا بعد نص ساعة رياضة. نهاركوا زي الفل.